بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنا وقفنا عند oxidation using osmium tetroxide وكنا أخذنا الميكانيزم بتاعتها. هنبدأ النهاردة في الجزء الأكسدة بواسطة lead acetate, lead tetraacetate, oxidation using lead tetraacetate في وجود الأسيتيك أسيد. لما بنعمل oxidation باستخدام الليد اسيتيت احنا بنكسر الجلايكول وبنحوله لاتنين من الكيتون او الالدهايد. لكن لما بيتحول لالدهايد CHO ما بيعملش further oxidation، يبقى no further oxidation، فما بتحولش الاسيد، بيقف عند الالدهايد. فدول ملحوظتين لازم نعرفهم لما نيجي نعمل اكسدة للجلايكول باستخدام الليد تتراسيتيت. التفاعل ده له اسم تاني هو كريجي جلايكول كليفج. هناخد مثال، لو عندنا سيس جلايكول هنفعله مع ليد تتراسيتيت، هتبتدي الرابطة بين الليد والأكسجين تتكسر، والأكسجين تبتدي تهاجم الهيدروجين هنا، والرابطة اللي بين الهيدروجين والأكسجين تتكسر، وتبتدي الأكسجين بتاعت الـ OH بتاعت الديول ترتبط بالليد، ويتكون لنا acyclic plumbate monoester. بعد كده هيبتدي يحصل نفس الكلام بالنسبة للـ OH التانية، هتبتدي الأكسجين تهاجم الليد، والرابطة هنا تتكسر والأكسجين تسحب الهيدروجين، ويتكون لنا cyclic plumbate ester اللي طبعا هيبتدي يتكسر ويتكون لنا اتنين من الكيتون زائد ليد داي اسيتيت. طبعا احنا كنا هنا بدأنا سيس جلايكول، والميكانيزم كانت عبر تكوين سايكليك بلامبيت استر اللي اتكسر وادانا اتنين كيتون. طب لو كنا بدأنا بترانس جلايكول كان هتكون الميكانيزم ازاي؟ هنشوفها حالا. ادي ترانس جلايكول هنفعله مع ليد تتراسيتيت، نفس الكلام، هتبتدي الاكسجين تهاجم الليد والرابطه تتكسر، والاكسجين اللي هنا تسحب الهيدروجين، والرابطه دي طبعا تتكسر عشان يكون لنا زي الخطوه الاولى من الميكانيزم بتاعت السيس، يكون لنا acyclic plumbate ester. لكن الخطوه الثانيه من الميكانيزم هي اللي بتكون مختلفه، تبتدي الرابطة هنا تتكسر والرابطة هنا تتكسر عشان يتكون لنا اتنين من الكيتون مع ليد داي اسيتيت، لكن بدون تكون سايكليك بلامبيت استر. فرق ان في حالة الترانس جلايكول ما بيتكونش سايكليك بلامبيت استر. تمام، هناخد مثال المركب اللي قدامنا ده اسمه 9 و10 داي هيدروكسي ديكالين. طبعا ده الشير فورم بتاعه، ال 2 OH جروبس هنا موجودين سيس لبعض، فده سيس 9 و10 داي هيدروكسي ديكالين. اما النوع الثاني هو ترانس، نفس المركب لكن ال 2 OH groups ترانس بالنسبه لبعض، طبعا باينين في الشير فورم، واحده اعلى المستوى واحده اسفل، فده ترانس 9 و10 دايهيدروكسي ديكالين. لما بنفعل سيس 9 و10 دايهيدروكسي ديكالين مع ليد تتراسيتيت فبيتكون نفس الميكانيزم اللي شرحناه من شويه، وبيكون سايكليك بلامبيت استر. طبعا على طول بيتكسر، طبعا لما اتكسر اعطانا دايون، فالمركب ده اسمه سايكلو ديكين 1 و6 دايون. تمام،
لو جينا للترانس فورم وفعلناه مع ليد تترا اسيتيت، تتوقعوا هيكون ناتج ايه؟ اكيد طبعا هيكون نفس الناتج لكن بدون تكون سايكليك بلامبيت استر. هنا في الخطوة الاولى كالمعتاد هيكون ايه؟ سايكليك بلامبيت استر. تبتدي الرابطة بين الهيدروجين والاكسجين تتكسر، الرابطة هنا تتكسر لتكوين الديون وينتج لنا طبعا ليد داي اسيتيت. فهنا هتكون نفس البرودكت سايكلو ديكين 1 و6 ديون، لكن الفرق الوحيد ان هنا ما تمش تكوين سايكليك بلامبيت استر، والخطوة الاخيرة دي كانت سلو. السؤال هنا لو فعلنا المركبين مع صوديوم ايوديت تتوقعوا ايه اللي هيحصل؟ طبعا بالنسبة للسيس فورم هيقدر الايوديت يكون سايكليك بير ايوديت استر ويتكسر ويدينا الديون بنفس الطريقة، لكن بالنسبة للترانس فورم هيكون نو اوكسيديشن، مش هيحصل تفاعل اصلا بسبب ان البير ايوديت مش قادر يتكون بسبب ما بيكونش سايكليك بير ايوديت استر، وبالتالي ما بيديش برودكت. تمام، فدي ملحوظة مهمة تخلي بالكم منها. في الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد الاكسدة باستخدام الاوزون وهنعرف ازاي بيحصل ري ارينجمنت في الميكانيزم بتاعت الاكسدة باستخدام الاوزون.